يا لها من عجيبة يا جماعة، والله مصيبة. عنوان حلقتي لهذا اليوم: إني جاعل في الأرض عليا. أها، قالوا: وتجعل فيها أبو بكر وعمر، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إنه لقرآن كريم، شنو شنو؟ في لوح محفوظ. شبيه؟ قال لا يمسه إلا أبو طالب. الله 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 الله، أنا ما أريد أغير الكلمات، الكلمات نفسها الكلمات، الحروف تتغير. قال هذا صراط علي مستقيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد. كثير من علمائنا هكذا قرأوا القرآن، الحركات غيروها. قال هذا صراط علي مستقيم، سوى قال هذا صراط علي مستقيم. وصراط علي مستقيم معناه أقوى من صراط علي مستقيم. إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، هي آل محمد بس شالوها. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون؟ عن علي بن أبي طالب الذي هم فيه مختلفون. فقرأ أمير المؤمنين: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال علي ما لها، وقال علي ما لها، يومئذ تحدث أخبارها. إذ أرسل عليهم ريحا وجنودا لم تروها، وفي مكان آخر يقول: وكفى الله المؤمنين القتال بضربة علي عليه السلام. وفي قوله تعالى عن أبي عبد الله عليه السلام: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا في علي نورا مبينا. الله 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 الله. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به في علي لكان خيرا لهم. هذه الآيات كلها حذفت من القرآن الكريم. فما استمتعتم به منهن أجورهن فريضة، فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى، في كثير من القراءات، فآتوهن أجورهن فريضة، فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى، في كثير من القراءات، فآتوهن أجورهن فريضة. فمصحف علي بن أبي طالب موجود شنو؟ وإذا الموؤودة ها؟ بمصحف علي بن أبي طالب وإذا المودة. الله الله الله، شرح بيان حقيقته. وإذا المودة قل لا أسألكم عليه أجرا. فتقبلها ربها بقبول حسن. تقبل من؟ سيدة نساء العالمين. لا أريد أن أقول أن الآية فيها تحريف، لا أبدا، الآية في مريم ولكنها فاطمة سيدة مريم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. أمها خديجة سيدة نساء. نعم. هذه الأمة. وكفلها زكريا، وكفلها أستاذ علاء رسول الله، وكفلها رسول الله. نعم. وأما ما هو محرف منه قوله تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك في علي أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. حذفوا اسم علي عليه السلام من تلك الآيات التي هي موجودة في قرآن الإمام الحج صلوات الله وسلامه عليه. محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار. أي ظهر آية نعكسها اليوم، احنا عكسها يعني خاف يقولون انه احنا نحرف القرآن. محمد رسول الله والذين آمنوا معه رحماء على الكفار أشداء بينهم. ها الشكل واقعنا مو هالشكل. ثم يقول: كنتم خير أمة، وفي رواية أخرى: خير أئمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. تتنزل الملائكة والروح، في قراءة أهل البيت تتنزل الملائكة بالروح. ف
في سورة السجدة لآية، الآية دي محرفة، خد بالك شالوا منها كلمات. الآية بتقول إيه؟ فإن أعرضوا يا محمد قريش فقل لهم أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فإن أعرضوا يا محمد، شالوها قريش، شالوها، حطوا فإن أعرضوا فقد أنذرتكم، شالوا الحتة دي. الله يخاطب بني إسرائيل، أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ماذا حولها وقرأها الإمام الباقر عليه السلام؟ أفكلما جاءكم آل محمد بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم في ولاية علي عليه السلام ففريقا من آل محمد كذبتم وفريقا من آل محمد تقتلون. إن الله اصطفى آل عمران وآل إبراهيم وآل عمران، والآية مذكورة وآل محمد، هسه بعد رفعوها أهل السقيفة رفعوها. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الإمام الصادق يقول والله الآية نزلت هكذا، وسيعلم الذين ظلموا حق آل محمد أي منقلب ينقلبون. هذا صحيح، ما في إشكال، يعني هذا لا يقال له تحريف للقرآن، لأنه سيعلم الذين ظلموا. فماذا ظلموا؟ ظلموا حق أهل البيت. وعن أبي جعفر عليه السلام، أفكلما جاءكم محمد بما لا تهوى أنفسكم بموالاة علي فاستكبرتم ففريقا من آل محمد كذبتم وفريقا تقتلون. هذه الآية هكذا في مصحف علي عليه السلام وفي قرآن الإمام الحج صلوات ربي وسلامه. قرأ الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه، قال غلبت، الآن في المصحف غلبت الروم وهم من بعد غلبهم نعم سيغلبون. فلما يقول غلبت الروم، الإمام علي سلام الله عليه، غلبت مو غلبات، غلبت أي أخذت حظها من الدنيا. ناخذ جلال من العراق، السلام عليكم. تفضل يا جلال. الله يقول في كتابه العزيز: ما خلقتم سماء مبنية ولا ارضا مدحية الا لخاطر اجل هؤلاء. الله يقول في كتابه الكريم: ما خلقت ارضا مبنية ولا سماء مدحية. ده قران، ده ولا ارضا مدحية الا لخاطرها لخاطر هؤلاء. يا عمرو يا حبيبي، هذا قران؟ ها؟ هذه آية قرآنية؟ طبعا آية قرآنية عمري. بأي مصحف؟ تفضل يا جلال تفضل. بأي مصحف هذه؟ انتوا هذا الحكي اللي كنا قاعد نحكي انت ما تقتنعون به. ايه ما يعني انت دلوقتي خلينا اسمعني اسمعني خلينا بس في الآية القرآنية، الآية القرآنية دي من عند المهدي في السرداب. يا جلال، الآية القرآنية دي من عند القرآن اللي في المهدي في السرداب، اللي مع المهدي في السرداب. قولي الآية تاني كده، قولي الآية تاني تفضل. قولي الآية مرة أخرى تفضل. قطع يعني. هذه مضحكة لازم. يعني بيقول لك يعني قال الله تعالى يعني ما خلقت أرضا مدحية أو كذا من سماء مبنية. أنت فاكر أنت يعني مسيلمة الكذاب وسجاح وغير ذلك، يعني هؤلاء المدعون للنبوة لما طلعوا قرآن قال لك إن أعطيناك الوحواح فصلي لربك وارتاح، على غرار إن أعطيناك الكوثر. والله سجلت يعني درسناها. أولئك ادعوا النبوة. أما هؤلاء يدعون قرآنا ولم يدعوا النبوة، يعني ما زالوا. يا لها من عجيبة يا جماعة، والله مصيبة. أولا، أنه لا يوجد عالم واحد من علماء الشيعة في هذا العصر بحسب علمي يعتقد أن القرآن محرف. الله 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 الله، يعني شقولا أصدقك؟ اسمع كلامك اصدق، اشوف افعالك استعجب. ولكم والله احتارينا. نحن في مصادرنا عشرات مئات الروايات بتحريف القرآن. روايات اهل البيت تقول قطعا القرآن محرف. كل من لا يؤمن بوقوع التحريف في القرآن فهو كافر بما انزل على محمد صلى الله عليه واله. ايضا توجد هناك روايات فهم منها الكليني انها دالة على ماذا؟ على تحريف القرآن. القرآن فيه تحريف،
والقرآن فيه آيات محذوفة والقرآن فيه كلمات وحروف محذوفة. هتقولوا لي لا، هقول لكم آه وآه وآه وغصب عنكم. أنا أقول بنقص فقد آيات كانت تصرح باسم أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. نرجع إلى القرآن، ما بي شيء مزور، حتى لو بي شوي شوي محرف احنا نعرفه يعني، بس يوافوا بالغرض. هذا كلام الإمام الكاظم صلوات الله عليه، إنما تأخذ دينك عن الخائنين الذين خانوا الله ورسوله وخانوا أماناتهم. إنهم مؤتمنوا على كتاب الله عز وجل وجل وعلا، فحرفوه وبدلوه. في دين العترة القرآن محرف قطعا. قطعا. جملة ممن قال من علماء الإمامية أو من مدرسة أهل البيت أو من الأخبارية بتحريف القرآن، قالوا أولا من قال بتحريف القرآن هو من؟ هو علي بن إبراهيم القمي. هذول اللي يقولون إذا كانوا الأئمة أئمة، ليش القرآن ما ذكر أسماءهم؟ مو القرآن ما ذكر أسماءهم، ذاك المصحف اللي ألفوه ما ذكر أسماءهم، وإلا المصحف اللي نزل على رسول الله أسماء الأئمة موجودة فيه. الله 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 الله. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يعني فاسألوا أهل الرسول إن كنتم لا تعلمون. حرفت هذه الآية حرفت هذه الآية، وقال أهل الذكر هم أهل الكتاب. هذا لا نعتبر به قرآن، بالعكس نحن نقبله ونقول هذا كتاب الله، لكن هنالك تلاعب. شلون التلاعب؟ هو نقصان مثلا، أو هذا صراط علي مستقيم، هي هذا صراط علي مستقيم. تحريف موجود، إذن أكو تحريف، أي أنه في صاير تقديم وتأخير للقرآن، في زيادة في نقيصة، كما قال الميرزا رحمه الله في كتابة تحريف القرآن، أكو نقيصة وأكو زيادة وبعدد مو قليل. هذا القرآن تقولون جماعة بشر، البشر يخطأ لو ما يخطأ، زود وحط ونقص. الله الله الله. هؤلاء التسعة الذين يسمون التسعة المبشرة بالجنة وهم من الظالمين لأهل البيت والمحرفين للقرآن، هم من الظالمين لأهل البيت والمحرفين للقرآن. لما قتل الحسين قال الإمام المهدي سلام الله عليه لقد قتلوا بقتلك القرآن. القرآن اتغير وتحرف من وقتها. هذا نهايته نقول ان مصحف عثمان ناقص. ومصحف امير المؤمنين عليه السلام هذا موجود فيه كامل، ثم ماذا؟ السيد الطبراني بشكل واضح وصريح لا ينفي التلاعب بالقران ابدا. السيد الطبراني بالي مولانا اليوم راجع المجلد الثاني عشر، يقول نعم لم يقع فيه تغيير مؤثر، هذه قيده بالمؤثر، يعني شنو؟ ها؟ يعني وقع فيه تأثير أو تغيير غير مؤثر. هسه في نظرك غير مؤثر، في نظر الآخرين شنو؟ مؤثر. هذول الأئمة الثلاثة يقولون هاي الآية كان بها كلمة زايدة حذفوها. Oh my God. شنو هاي الكلمة؟ الآية هكذا قالت: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران وآل محمد على العالم. الإمام جعفر الصادق عليه السلام يقول هكذا نزلت ولكنهم حذفوها. الله 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 الله. القائل بعدم تحريف القرآن كافر. Oh my God. الغريب ألفت نظرك لنقطة قد يكون البعض مو ملتفت لها، هاي إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، ما نزلت ملتصقة بالآية. نبه لي، ما نزلت ملتصقة بآية، هي نزلت وحدها مستقلة بس انحطت هنا. نبه لي شوي زين، هذا جانب نبه له، انحطت عند الجمع عندما جمعوا القرآن وضعوها هنا، وإلا هي ما نزلت ملتصقة بآية أخرى، نزلت مستقلة. ولذلك حتى تصحون شوفوا وين الحجم التحريف،
خوش، وهذا حجم التحريف مرعب. إذن القرآن الموجود هذا هو صحيح، ولا نعتقد بتحريفه، وما نسمح لأحد يقول بتحريفه. هذا القرآن الموجود هو حجة علينا. إذا طلع الإمام المهدي سلام الله عليه وراد يعدل ببعض آيات آية مكان، هذا خصه، هو مهدي معصوم من ربه. فالمهم أعزتنا إن العلماء الذين قالوا إن القرآن الكريم حذفت منه آيات، مثلا كشيخنا المفيد رحمه الله، كشيخنا الكليني رحمه الله، هؤلاء الذين، أو مثلا صاحب الحدائق رحمه الله، وكثير المحدث ملا محسن الفيض الكاشاني قدس الله أسرارهم، هؤلاء الذين قالوا هذا بنفس الوقت إنهم يعتقدون إن أمير المؤمنين عليه السلام جمع المصحف، وإن ذلك المصحف لم يسقط منه شيء، وذلك محفوظ عند أهله، ويأتي يوم يظهر صاحب الزمان عليه السلام يظهر الآيات كلها. من يوم السقيفة منعوها، آيات وآيات وآيات كلها حرفوها وبدلوها حسب سياستهم وأهواءهم ومطامعهم. العلامة المجلسي قال بأنه بلا إشكال أن الروايات دالة أن هذا ليس هو القرآن الكامل الذي بأيدينا، بل هو ناقص. اضطروا لأن يقولوا بتحريف القرآن لأنهم لم يجدوا القرآن الكريم أدلة على الإمام قاسم ظهورهم القرآن الكريم. فإذا هم مع القرآن الكريم في معركة من جهتين، من جهة أنه يضاد المذهب، ومن جهة أنه لم يجد سند لهذه الأدلة من عقيدة من القرآن الكريم. قالوا بتحريف القرآن فقط لأجل قضية واحدة، وهي لماذا لم تذكر الإمامة في القرآن، فوجدوا المخرج من هذا أن يقال إن القرآن محرف وإلا ذكرت الإمامة فيه. قلنا على السنة أنكروها كاملة، على القرآن حرفوه وقالوا بتحريفه على اعتبار أنهم لم يقولوا أو لم يستطيعوا أن يثبتوا إمامتهم من القرآن فقالوا بتحريفه، ثم بعد ذلك يقولون إننا نثبت الإمامة من القرآن الكريم. روايات أهل البيت تقول قطعا القرآن محرف. Oh,